نعم، ما هو الركن الأول من أركان الإسلام؟ أسلمنا مسارتوش يمجمري أو قطر عنده من الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتين يمجمري أو كسلمنا قطر عنده بالله سبحانه لا وتعالى. لا 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 الشهادتين فقط. الشهادتين نعم قلت على مسكر شو ما معنى أشهد يا مسكر النت معنى وترقومه من جنة أشهد يعني أقر بقلبي مسكر له مالت بلبي آمن له مالت ناطقا بلساني بأندرتي يتناقل عاملا بجوارحي بأكالي يسره بأن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى عندما أكالي الله أملك وتنقبه كالله تعالى عندما أكال بحق المقبه كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة كالله تملك يلا أكال كالله أملك وتنقبه أكفر بجميع ما عبد من دون الله كالله تعالى تملك وشبمولو كجاله أثبت العبادة لله وحده ولا شريك له لا الله سبحانه وتعالى أملك وتن أرقاك لا إله إلا الله بناء سقف هذا السقف هذا البناء يقوم على عمودين على ركنين لا إله إلا الله يالو أرانو هولت ما هزن ترى اللو هولت نقروتش ما ياجالك الركن الأول يا مجمر أوركم تكفر بجميع ما عبد من دون الله كالله تعلو تملاكي وچن نتكدنو مولت قادرق الركن الثاني هولتن يو درجة تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له عملك وتن الله بتشانه وبله للتارق أقدم ونشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام كذا قلت له يا الله ملاكتين يا محمد عليه الصلاة والسلام نتمسكر لكم هو عبد لا يعبد باريانتشو عمد لكم ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام ملاكتين يا ناتشو لا ما يمطط نكبلنا الناس تبابلاتو نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به نبيات بعزز مهلا لنتهزز لا أن خلفاته ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به نبيات باور أنه لا نقرب منه ونتبل لنا الرقاقين واجتناب يعني نبتعد غاية البعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبيات تكلكلت هلا بمونه للنرك وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع يعني لا نبتدع نتبع ولا نبتدع في دين الله عملك وثبا من نارك ونقر بمونه نبياتين بعزز المسارتنا ونجيب ببدعة ودى الله لنكرر يلا مكركرنا